حياكم الله إذا ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. رجح عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي سعدون اللامي بأن مجلس النواب سيحدد سعر بيع برميل النفط الخام في الموازنة المالية العامة لسنة 2023 خلال الجلسة المقبلة المقرر انعقادها منتصف الأسبوع المقبل. وبحسب اللامي فإن الحكومة ستحتسب سعر برميل النفط الواحد في قانون الموازنة العامة بمبلغ يتراوح بين 55 دولارا و 60 دولارا. يأتي هذا فيما أكدت مصادر برلمانية أن تمرير قانون الموازنة في مجلس النواب بحاجة إلى مدة تصل لشهرين، مبينة أن مشاكل ما تزال تؤخر وصول الموازنة من الحكومة. رفضت الحكومة في بغداد معظم اقتراحات حكومة كردستان العراق بشأن قانون النفط والغاز بعد إنهاء عدة جولات تفاوضية بين الجانبين. وذكرت مصادر صحفية أن وفد كردستان العراق قدم 15 مقترحا للحكومة في بغداد، لكن غالبية المقترحات رفضت من قبل الدائرة القانونية في وزارة النفط. وأشارت المصادر إلى إمكانية إجراء مناقشات أوسع حول تلك المقترحات خلال زيارة وفد أربيل القادمة إلى بغداد يوم الاثنين. دعا اقتصاديون عراقيون مسؤولي الدولة إلى القضاء على ما سموه بالدولرة في الاقتصاد من أجل مواجهة الطلب المتزايد على العملة الأجنبية. وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي العراقي بين الفينة والأخرى عن إجراءات للحد من الطلب المتزايد على الدولار وما يسببه من انهيار الدينار وارتفاع مستوى التضخم، إلا أن تهريب العملة من البنوك العراقية لم يتوقف، وهو أحد أهم أسباب انهيار الدينار وندرة الدولار في الأسواق والبنوك العراقية. تراجعت العملة الإيرانية بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي في محافظات شمال العراق حيث تخطت حاجز 5 ملايين تومان. وقال المتحدث باسم بورصة السليمانية لصرف الدولار جبار كوران إن تهريب الدولار إلى إيران انخفض بشكل كبير ما تسبب بانخفاض قيمة العملة الإيرانية. وحذر كوران المواطنين من شراء العملة الإيرانية بسبب تراجعها باستمرار، مبيناً أنه بسبب العقوبات المفروضة على إيران لم ترتفع قيمة العملة منذ سنوات عديدة. كشفت إحصائيات مختصة عن استقبال الأسواق العالمية خلال العام الماضي أكثر من 13 مليون برميل نفط يومياً من 4 دول بينها العراق. وبحسب إحصائيات مبادرة بيانات المنظمة المشتركة جودي، فإن متوسط كمية صادرات النفط التي استقبلتها الأسواق العالمية من 4 دول عربية مصدرة للخام قد ارتفع إلى أكثر من 13 مليون برميل يومياً خلال العام الماضي. بلغ متوسط صادرات العراق من النفط الخام إلى السوق العالمية نحو 3,700,000 برميل يومياً في عام 2022 مقابل 3,430,000 برميل يومياً في عام 2021. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.